مصر للطيران هي الخطوط الجوية المصرية الوطنية، أسست منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبحسب وزارة الطيران المدني فإن أسطول الشركة يبلغ نحو 80 طائرة، ولكن الأنباء حول بيع طائرات من ذلك الأسطول تسببت بأزمة وصلت إلى البرلمان وسط اتهامات بوجود شبهة بإهدار المال العام ومطالبات بالتحقيق في آخر صفقات الشركة التي ما تزال خسائرها بمليارات الجنيهات. مشاهدينا، الجدل أثير فور إعلان يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران منذ أيام عن بيع 12 طائرة من أسطول الشركة. الطائرات من طراز إيرباص 300 و A220، وجاء ذلك ضمن صفقة كبيرة وقعت عام 2017. لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، ولكن وفقا لمواقع مختصة بالطيران يبلغ سعر هذا الطراز من الطائرات 38 مليون دولار، أي أن إجمالي سعر الطائرات قد يصل إلى 456 مليون دولار. مصر للطيران استلمت الطائرات في عام 2020، أي منذ 4 أعوام، لتقرر بيعها إلى شركة أزور إير الروسية، وستسلم الطائرات على دفعات بدءا من الشهر المقبل وحتى مارس آذار 2025. طيب، السبب وراء قرار بيع الطائرات هو ما أثار الجدل على مواقع التواصل لتصل القضية إلى البرلمان. فقد صرح يحيى زكريا بأن السبب هو عدم ملائمتها لظروف مصر المناخية. تصريحات زكريا أثارت سخرية الكثيرين وتساؤلات حول ما الذي يعنيه هذا التصريح وسط اتهامات بالفساد وإهدار الأموال. مثلا محمود عبد الرؤوف يقول: مصر الحبيبة كانت عاوزة تشتري 12 طيارة إيرباص، فعادي أخذوا قرض بالمبلغ المطلوب لشرائهم، وبعدين باعوا الطيارات علشان نسدد القرض بقى. دي مش حيثيات قضية فساد، لا، ده تصريح رسمي من رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عادي. أما عاطف فيقول: عاطف شراء طائرات كما قالوا غير مطابقة لظروفنا المناخية، ولا أعرف كيف، لأن الطائرات تنتقل من بلد لبلد والمفترض تتحمل كل الظروف المناخية، والآن سيتم بيعها بالخسارة. طبعا فساد ما بعده فساد، ومن سيشتريها؟ أين سيشغلها؟ وفي أي ظروف مناخية؟ حساب عدة كلاونز يقول: العالم كان عارف أن مصر للطيران اتفقت على بيع الطيارات لروسيا من شهرين، رئيس مصر للطيران أعلن الخبر اليوم. الشركات الروسية ممنوعة من شراء طائرات حديثة بسبب العقوبات المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. صفقة البيع قد تكون تمت بأسعار عالية نسبياً. مشاهدينا، تدوينة أخيرة من إسلام كمال يقول: أين البرلمان والجهات الرقابية من تصريحات رئيس مصر للطيران حول بيع طائرات جديدة بحجة الظروف المناخية؟ بالفعل تحرك البرلمان يا إسلام، فقد طالب النائب محمود قاسم من وزير الطيران المدني إيضاح الحقائق وراء هذا التصريح الذي وصفه بالخطير، كما تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزير الطيران. وقالت في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك: تابعنا التصريحات التي أقل ما يقال عنها إنها في غاية الغرابة من جانب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران. ذلك الأمر يشير إلى عدم إجراء الشركة دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة. لذا أطالب بفتح تحقيق والوقوف على أسباب إهدار المال العام ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وجود قرارات تستنزف موارد خزينة الدولة.
مشاهدينا بدورنا تحدثنا إلى الكابتن مازن السماك، رئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان وخبير الطيران، وقال إنه استقل طائرة الإيرباص A220 من بيروت إلى مصر عبر شركة مصر للطيران، مؤكدا كفاءة الطائرة وتوفيرها للوقود بسبب مكونات تصنيعها، وأجابنا حول ما إذا كانت الطائرات تصنع لملائمة ظروف مناخية معينة. نحكي عن طائرة مريحة لا غبار عليها. لحد اليوم هذه الطائرة صارت عاملة 1,000,000 رحلة لحد 2023، وصارت أنجزت 1,700,000 ساعة طيران بدون أي حادث. فإذا يعني اليوم بعد هالتاريخ الحديث من هذه الطائرة ما فينا نجي نقول عنها أن طائرة مش كويسة. الطائرة لا تصنع بحسب ظروف مناخية وحدة، طبعا بيكون الطقس بالقاهرة شيء، بيصير بأمريكا شيء ثاني، في أوروبا شيء ثالث، وهي تتماشى مع كل الظروف المناخية. وأكد وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أحمد الطيبي في تصريح لجريدة الشرق الأوسط أن الخطأ مسؤولية الإدارة السابقة، وقال إن الخطأ حدث بسبب عدم مراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بتشغيل الطائرات مقابل السعر وطريقة تسديد التكلفة. وأضاف الطيبي أن الطائرات تم شراؤها للرحلات الداخلية والتي لا تزيد على 60 دقيقة، ولكن للاستفادة من هذا الطراز يجب أن تستغرق رحلتها أكثر من 90 دقيقة. طبعا مشاهدينا، تعاني شركة مصر للطيران من خسائر استطاعت أرباح الشركة الأخيرة خفضها إلى 22 مليار جنيه مصري، أي نحو 460 مليون دولار. وخرجت مصر للطيران من تصنيف أفضل 100 شركة أو شركة طيران العام الماضي. يحيى زكريا رئيس الشركة أكد أن حصيلة صفقة بيع 12 طائرة ستستخدم لسداد قرض شرائها، وجزء من الحصيلة لسداد قرض صفقة أخرى لطائرات إيرباص A350 وبوينغ 737 ماكس لتحل محل الطائرات السابقة وتستوعب زيادة الركاب في السنوات المقبلة.